اللي هو المدارس وموسم المدارس ورجوع المدارس كمان الحكومية والخاصة عربي ولغات، واللي فيه منها بدأ النهاردة في أكتر من 10 محافظات وفي محافظات لسه هتبدأ بكرة. الحقيقة هي كانت الأجواء مفرحة جدا، فيها بهجة فيها فرح، الشوارع وكل شوارع محافظات مصر كده فيها المود بتاع الدراسة وبداية العام الدراسي الجديد، وده طبعا بتواجد الأسر وأولياء الأمور ومعاهم أطفالهم وهم معاهم شنط المدارس الجديدة ورايحين لبداية أول أيام الدراسة. مش بس كده، دي استقبلتهم كمان المدارس بأجواء مميزة جدا، بالونات بقى وهدايا وألعاب، يعني عشان ده كمان بيحببهم قوي يا معف ان هم يبقوا رايحين المدرسة هم مبسوطين. لا لا بصي أقول لك حاجة، استني بس، بصي ايه الصورة الرائعة دي. دي مدارس حكومية. يعني النهاردة في الجيزة وفي القاهرة ازاي موحد، الأطفال شكلهم يفرح. بصراحة في تنظيم، أنا مبسوطة جدا والله، والأطفال هم في الفصول مزينين الفصول. دي حاجة إحنا ما كناش معتادينها أو مش بنشوفها دايما، لكن واضح أهو قد إيه في تطوير، قد إيه في جدية من الدولة، وقد إيه في اهتمام شديد بالتعليم. والتعليم ده زي ما احنا طبعا أي دولة ناجحة دايما بنقول تعليم وصحة، يعني صحيح. شيء مهم جدا، والمنظر يفرح، الاولاد شكلهم رائع. صحيح. وسياده وزير التعليم محمد عبد اللطيف النهارده كان موجود كمان في محافظه سوهاج وشهد بدء العام الدراسي الجديد، وحضر كمان طابور الصباح وشدد على ضروره انتظام حضور الطلبه خلال السنه الدراسيه عن طريق نظام اعمال السنه والتقييمات والانشطه اللي هتطبق في مراحل النقل، وكمان هيكون في امتحانات شهر وامتحانات نهاية الفصل الدراسي من تالتة ابتدائي وللنص الثاني الثانوي. أيوة. وكمان بالمناسبة لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي، الحضور هيكون 60% من أيام الدراسة الفعلية، وبعدها بيتم صعود الطفل للصف الأعلى، وفي حالة عدم حضوره النسبة المقررة هيبقى في امتحان لتحديد المستوى هتشرف عليه الإدارة التعليمية. أقولك على حاجة، أنا متفائلة جدا 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 بسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم. حاسة إنه بيفكر كده زي ما بيقولوا out of the box، بره الصندوق، بيشوف حلول للكثافات، بيشوف حلول للمدرسين، نقص المدرسين. أنا مبسوطة بصراحة، حاسة في حاجة جديدة، حاسة في بهجة، حاسة في تفاؤل، حاسة في دم جديد. دايما لما بيكون حد عنده خبرة وعنده دراية وعنده زي ما بنقول نوليدج أو فكر متطور بيبقى إضافة كبيرة، وأنا متفائلة وحاسة إنه هو هيكون إضافة كبيرة جدا جدا في مجال التعليم في مصر، ويا رب التوفيق. صحيح. والإضافة دي كمان يا مهموعة مهمة جدا، لأنه بتستثمر في شخصية الطالب، في بناء الإنسان. ده مهم قوي قوي اللي انت قلتيه، شخصية الطالب. شخصية الطالب، يعني احنا دايما كنا بنقول ان التعليم الأمريكاني او التعليم الدولي الأمريكاني دايما بيستهدف الاستثمار في الشخصية قبل ما يستهدف في ان احنا نقعد بقى نحط معلومات ونحشرها في دماغ الطلبة، وده خلاص بعد ظهور جوجل ما بقناش محتاجينه قوي، كل حاجة موجودة على جوجل وعلى المواقع. فبقى دلوقتي أولوية فعلا الاستثمار في شخصية الطالب، استثمر فيه ازاي وهو مش بيحضر الفصول بتاعته. صح. استخدم فيه في استثماره ازاي وهو مش قادر يشوف زمايله يتعامل معاهم ويتعرف على بعض، وازود عنده مهارات الذكاء الاجتماعي والتطور. كلنا في الحقيقة عايزين ننجح، واحنا بنتكلم كلنا عايزين ننجح، سواء اعلام، وزير تعليم، ولي امر، عايزين يكون في طالب، عايزين يكون في دايما نحط ايدينا في ايد بعض، لازم يكون في منظومة شاملة. احنا بنتكلم دلوقتي انه خلاص عملية ان احنا يكون في منظومة شاملة، كل المؤسسات على تواصل ببعض بقى اسهل بكتير، خلاص بقى في انترنت، بقى في تحديث بيانات، بقى في حاجات كتير قوي، وخلاص عايزين نقول وداعا لعصر الجزر المنعزلة. انا عجبني قوي كلمتك ان مسؤوليه النجاح مسؤوليتنا كلنا، ده فعلا. بلاش بقى جروب الماميز ونقعد نقول مش عارف ايه ونقعد نشتكي على اتفه شيء ومش عارف ابني حصل له ايه وابني عمل ايه. احنا عايزين ننجح، عايزين نفكر بشكل مختلف. موضوع اللي احنا دايما كنا بنتكلم فيه، موضوع التعليم الامريكاني وازاي بيركز فعلا على شخصيه الطالب، ازاي بيستثمره في الكاركتر او في الشخصيه، ازاي مهم قوي اني مش بس
ان احنا فعلا نحفظ او ندش معلومات فقط، لا احنا بنقول معلومات بنفهم، وبنفس الوقت بنبقى عايزين نشوف رأيه ايه، هو شايف الموضوع ازاي من وجهة نظره. يبقى دايما في زي ما بنقول input يبقى في output، يعني بندخل معلومات وبناخد منه هو رد فعل يفكر، عشان ما يبقاش زي النظام القديم.